الأولمبي دي أمام شباب قسنطينة، المباراة التي حضر زميلنا عبد العزيز بن سالم متابع سويا. دقائق قبل المواجهة، تركيز عال ورغبة جامحة لدى لاعبي أولمبي المدية لتجاوز خسارة الجولة الماضية. وحده الفوز على شباب قسنطينة من سيرمم المعنويات ويبقي لوام في صدارة الترتيب العام. قبلة اليوم اللاعبين مركزين عليها، خاصة انه اليوم يعني ثلاث نقاط هذا مهمين جدا، خاصة راه يخليونا في الصدارة، وحنا عندنا مجموعة يعني رغم غياب اربع لاعبين اللي هما الطيب وكنيش وبن حمد واماشي، الا اننا يعني وضعين ثقة كبيرة في المجموعة هذه، يعني اي لاعب راح يلعب راح يبدا 100%. في المقابل شباب قسنطينة، نقطة واحدة قد تكون كفيلة لنسيان الهزيمة القاسية أمام الحمراء وفي آخر جولة. فريق قوي مدية على ميدانه. ما كما قلت لكم بالتأكيد مدية فريق قوي، شباب برهن في الموسم هذا عنده مجموعة متكاملة، وحنا إن شاء الله نديروا الماكسيموم باش نحققوا نتائج إيجابية واللي تخلينا نرجعوا المورال تاع اللاعبين ونخموا في المستقبل إن شاء الله. باش توقع النتيجة؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتيجة إيجابية لمن يفوز إن شاء الله في المدية. مناصرون متيمون بعشق الأولمبي يتابعون المباراة من خارج أسوار الملعب، ومدرب معاقب لم يتوقف عن تقديم النصائح ولو من المدرجات. صافرة بقيادة الحكم ميال وكرة أولى من خلف الله انتهت خارج الملعب. أما الدقيقة 13 فشهدت انفرادا من مهاجم الأولمبي، وقدم العرابة أخطأت عنوانها نحو شباك عثماني. الأولمبي كان الأكثر تحكما في الكرة وجرأة في صناعة الفرص. انتظرنا إلى غاية الدقيقة 30 لنشهد أول فرص الشباب عبر مخالفة مبارك المباشرة، واكتفى علاوي بمشاهدتها وهي تمر بجانب القائم. سلاح التسديد جربه الأولمبي مجددا بقدم بالقاسمي دون جديد في النتيجة. فرص الوام تعددت في المشهد الأول لكن الفعالية غابت. مع بداية الثاني زج مدرب الشباب حمدي بديب كورقة هجومية، ومن هجمة مرتدة للضيوف كادت أن تنتهي في شباك علاوي بقدم أمقران عند الدقيقة 50، فرد عليه مدان من مخالفة مباشرة ردتها العارضة. الشباب كان سريعا في الهجمات العكسية، والشيبوب كان قريبا بتدوين هدف فريقه الأول لولا التدخل الدفاعي. ورغم التبديلات فرص الأولمبي تعددت على الجهتين اليمنى واليسرى وفي العمق، لكن ذلك كله لم يترجم إلى الهدف المنتظر. تعادل أفقد الأولمبي صدارة الترتيب.